جامعة فلسطين التقنية خضوري أطلقت منذ عدة أيام دورة متخصصة في مجال إدخال التكنولوجيا في التعليم، ويشارك في هذه الدورة أساتذة من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة ضمن مشروع ممول من البنك الدولي، وطبعا بالشراكة ما بين جامعة فلسطين التقنية خضوري وبالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية وأيضا بعض الكليات فلسطين التقنية ومنها كلية العروب. يشارك في هذه الدورة أكثر من 30 أستاذ أو عضو هيئة تدريس من الجامعات الفلسطينية، ومدة الدورة طبعا ممكن تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع. إحنا سعداء طبعا باستضافة هذه الدورة في هذه الجامعة لأنها تأتي لتعزيز سبل التعاون ما بين جامعة فلسطين التقنية الخضوري والجامعات والكليات المحلية، وأيضا تعزيز التعاون مع الجامعات في الولايات المتحدة ومنها جامعة كولومبيا التي طبعا تشارك معنا في هذا المشروع اللي نعتبره مشروع مهم وحيوي، ويساعد طبعا أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في إدخال وسائل التكنولوجيا في التعليم، ومن شأنه العمل على رفع وتحسين جودة التعليم. We're very honored to be here. I would first of all like to thank engineer Hussam Qasraoui, who is the lead director of this very important project. And we are honored to قدم الدكتور لويس كريستيلو، وهو قائد الفريق من جامعة كولومبيا، بالشكر الجزيل لجامعة فلسطين التقنية ورئيسها ومدير المشروع على الجهود التي تبذل في المشروع المشترك هذا الذي يقوم به الذي تقوده جامعة فلسطين التقنية بالتعاون مع شركائها من جامعة النجاح الوطنية وكلية فلسطين التقنية العروب. هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تحسين جودة التعليم في المدارس الفلسطينية وتدريس التربية التكنولوجية فيها، بالإضافة إلى تعزيز عملية التدريس في الجامعات لمعلمي المستقبل من خريجي التربية التكنولوجية، بحيث تنعكس في النهاية الفائدة على أطفال فلسطين بتحسين نوعية التعليم الذي يحصلون عليها وتعريفهم بنوعيات التكنولوجيا المختلفة التي يحصلون عليها. بدأ هذا المشروع بالتعاون ما بين الجامعات الفلسطينية الثلاث وجامعة كولومبيا، وحيث يضم الفريق من جامعة كولومبيا ستة آخرين بالإضافة للدكتور لو كريستيلو، يرافقه اليوم فيها الدكتورة لورين جابرييل من جامعة كولومبيا، وهي أيضا تعمل معلمة في إحدى المدارس العالية في نيويورك. سيهدف المشروع إلى 3 أهداف رئيسية. الهدف الأول وهو تحسين برنامج التربية التكنولوجية وإعادة صياغته في الجامعات الفلسطينية الثلاث المشاركة في المشروع، اللي هي تتمثل جامعة فلسطين التقنية والنجاح والعروب. الهدف الثاني يهدف إلى تحسين نوعية المواد التعليمية وطرق التدريس المستخدمة في الجامعات الفلسطينية المختلفة، حيث يشارك في ورشة العمل هذه دكاترة من كافة الجامعات الفلسطينية. الهدف الثالث يهدف إلى ضمان استمرارية المشروع من خلال إنشاء مركز المصادر التعليمية والمالتي ميديا الذي ينشأ بالأساس في جامعة خضوري والجامعات الفلسطينية الشريكة. الصحيح أنه الدكتور لويس كريستيلو هو يتشرف بأنه يقود هذا الفريق مع جامعة فلسطين التقنية، وهو مسرور جدا بوجوده في طول كرم، ويشعر بمدى الاستقبال الرائع الذي تم استقباله في هذه المدينة، ومسرور جدا لأنه يتعامل مع الفلسطينيين وأهالي طول كرم بهذه الطريقة المريحة ومع دكاترة الجامعات، بحيث يعملون كفريق عمل واحد.